القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، دي رؤيتنا ورؤية يعني الحكومات العربية كمان بتقول كده يعني، لكن احنا مؤمنين بالقضية الفلسطينية، مؤمنين بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه، ضد الكيان الصهيوني، ضد الاعتراف بالكيان الصهيوني، ضد التطبيع مع العدو الصهيوني. هو في ما هي في هو في خطأ أساسا من حركة حماس إنها ورطت نفسها في الشأن الداخلي المصري، وده تورط ضار بالقضية الفلسطينية. أنا شخصيا ما يهمنيش حماس ولا فتح ولا كل الأسماء، أنا يهمني الشعب الفلسطيني. حماس أضرت بالقضية الفلسطينية في الدخول في إشكاليات الوضع الداخلي المصري، هي لازم حماس تنسى أنها فرع الإخوان المسلمين في علاقتها مع القضية الفلسطينية، لازم تتعامل على أنها حركة تحرر وطني. لما تبقى حركة تحرر وطني أعتقد أنه وضعها بالنسبة للإعلام المصري والشعب المصري هيختلف.